شنو طاح؟ واه يا هول بينك طاح يا برو. يلا لانتي ترى. بينك طايح. ثانكس دوت نت جيمرز كوميونيتي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. معكم فرات حميده وميكرو. اليوم نهار السبت 6 جويليه 2024. ثم تابعوا في البينك طايح على ام تي اش ميديا ترانساب وعلى اي اف ام احلى راديو. هذا اول برنامج اعلامي تونسي يهتم خصيصا بالجيمنج الاي سبورتس وديفلوبمون جو فيديو في تونس. موعدنا كل نهار السبت لقيت هذا من 10 حتى كشي النص الليل. نذكر اللي تنجموا تتابعونا لايف ستريمينغ على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام، كيف كيف على الباج فيسبوك ام تي اش ميديا ترانساب. تلقاونا زيدا 24 ساعه على 24 على FM TV على يوتيوب. الميسيون هذي مجهولة باش تلم الكوميونيتي تاع الجيمرز على نيوز الاكتواليتي والانترتينمنت زيدا كل جمعة. تيم جديد وضيوف جدد يرافقونا لمدة ساعتين من زمان. هير انا وريلز في البينك طايح. طاح 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 يا هول بينك طاح يا برو. سي بريسينغ اول مرة نشارك. اول مرة داكور اوكي. وبالنسبة لي كانت مفاجأة كبيرة لروحي اول حاجة، خاطر انا كي جيت للشامبيونه هذه حبيت معناها نقيس روحي مع الاولاد. الحقيقه ما شاء الله عليهم، معناها نيفو كبير وعالي بالكدا بالكدا. في السي ليبر انا جيت 11. الحقيقه تفجعت، معناها ما حسيت اللي هي صعيبه. معناها الاولاد تبارك الله عليهم مترينين لاعبين بالكدا، يعرفوا سيركوي بالكدا. انا كنت اول اكسبيريونس لي في جران توريزمو زيد، دونك ما ترينيتش وجيت كيما انا. معناها الحقيقه قعدت معناها نحسن، خاطر هي اس ليبر كاليف 1 كاليف 2 والفينال. دونك قعدت نحاول نحسن بين كل وحده كل وحده ونشوفهم هما تبارك الله. معناها قعدت نخفي ديزاستوس من عندهم هما زيد وكل اوميم طون. قعدت نابليكي في اللي انا نعرفه ونتذكره، خاطر انا مستانس دي سيمولاتور اخرين. معناها ما صحيح هو فما فرق شويه معناها مع جران توريزمو والاخرين، اما الحمد لله وفقني ربي الحمد لله. نقارب على زيرو ام بري اكزاكتومون، نلعبوا على 1 سنتيم دو سكوند. معناها نحكي لك قبيله لي سي ليبر، انا 11 ومهدي الاولاني بيناتنا سكوند، راهو في الفينال راهو بيناتنا 0-1 0-1 0-1. معناها نلعبوا على البريسيزيون، نلعبوا على الكونسنتراسيون. ما صرت مامورا انا وشكون حاسيلو كيف كيف بالضبط، كيف كيف كاريمون كيف كيف. معناها في الفينال ظهر لي 52-6 جي وزوز ولا ثلاثه، بعدين 5 و انيس 4 0 4. اللعبه مقاربه نيفو ما شاء الله. هو ملاحظه صغيره، راهو كي تجي تشوف انت لي جو اركاد وسيميلاتور نقولوا ديما تحس اللي لي جو اركاد عندهم جرافيزم ياسر باهي، ولي جو لي سيمولاتور ديما الجرافيزم الديفلوبمون ما يسيرش عليه برشا، خاطر يخدموا برشا على الكوتي فيزيكس اللي هو ياخذ اكثر غسوخس وياخذ اكثر معرفه واكثر. دونك ديما تلقى لي جو سيمولاتور اقل جرافيزم من الاركاد. موجوده الحكايه هذه حتى في اسي سي سيتو كورسا كومبيتيسيون، فما لي اف ام كان لو فيول موتور سبور ولا العباد اللي ما تعرفهاش، فما راهو ريتينغ اخر، فما كوميونيتي نعرفش كيما في سي اس، فما في سيت في سي اس هذايا اللي فيهم عاملين جماعه معناتها كيما نتاع نتاع في سيت بالضبط. دونك باش تدخل عندك ريتينغ وعندك نفس الحكايه عاملينها زاد تطلع بالريتينغ تبان انه فما الو. فهمت انت باش تدخل في دي كورس دونديورونس معناتها باش تدخل جي تي 3 ما تنجمش، لازم يكون عندك سيفتي تاع 5.5 احنا باغ اكزومبل باش تنجم تلعب كجي تي 3. سينو ما يسويها لكش الكهرباء، ما تبش حد في جي تي 3 في كورس مع عبيد تلعب سي جو سيريو. معناها فريمون عبيد وانا بالحق حاجه طياره على الاخر. تعلم باهي، خاطر ابريتو واحد مثلا ما توكسيك في الجو بعدين هاو تدخل في هذا وتدخل في هذا ما ينجمش يلعب مع عبد ما كلين في السويقه نتاعو. وخاطر اهم حاجه تتعلمها من الاول راهو تسوق كلين. معناها حافظها الجو حافظها الجو ليه حافظها باش تعوج فراجي والله حافظها باهي دماغها. حد ما راه الاربيتر ما راهش راه منظم الاربيتر. هيا قوم جاوب به والله لا حبه. طيب قوم هيا ولد عمي طيب قوم ها فلتت مني عاد جبل لك. لا 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 استنى 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 هات المال سبي يا اخلي باي والله. طيب كهو على خير معاش يقوم معاش تقوم. طيب هاي اللعبة اوه باهي باهي
حلو فتح ما تشجع بس لك مش تحلى اللعب ولا ما كبريج كيف يجي كيف انا موسى بحضر راسه الاستاذ فيها ولا كيف واحد اخرى يقول لك باي باي للبيت Diego Corrales turned that punch over well. ناقص من الريدور. ما يتربيش. One hard shot after another from Ali. جاردي جاردي. صحيح. ناقص من الريدور. Diego Corrales being patient, working behind the jab, looking for opening. Ali's showing good form as he throws that combo.